مدبولي يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية ويؤكد أن مصر لديها العديد من المقومات الطبيعية. القاهرة تستضيف غدا مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ووزير خارجية فلسطين يأمل في التوصل لاتفاق قبل شهر رمضان. استمرارا للمجازر الإسرائيلية، قوات الاحتلال تقصف خياما للنازحين جنوب قطاع غزة، والصحة العالمية ترصد وفاة أطفال جوعا في القطاع. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية السياحة العلاجية حول العالم، مشيراً إلى أن أسواقها العالمية تتجاوز قيمتها الناتج المحلي الإجمالي لدول عملاقة مثل اليابان والهند. وخلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية تحت رعاية الرئيس السيسي، أشار مدبولي إلى عبور ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية وسفرهم إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. السيدات والسادة، نجتمع اليوم لنتحاور بشأن مستقبل صناعة تعد الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهته. إنها صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية. فضلاً عن ذلك، يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة. فمثلاً على سبيل المثال، يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم وفقاً لمجلة السياحة العلاجية Medical Tourism Magazine الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان أو ألمانيا أو الهند. أيضاً وفقاً لجمعية السياحة العلاجية The Medical Tourism Association، فيعبر حوالي عشرات الملايين سنوياً في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافر إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار مدبولي إلى أن نمو الطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل. لا شك أن هذا النمو كبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعاً بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والابتكارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مدفوعاً بواحد من أكبر التغيرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن 21 المتمثل في شيخوخة السكان، تلك الظاهرة التي يطلق عليها أيضاً الشيب العالمي والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر، مع تنامي فئة السكان الأكبر سناً 84 عاماً فأكثر. هذا وأكد مدبولي امتلاك مصر العديد من المدن التي تسخر بالمقومات الطبيعية اللازمة للسياحة الصحية، وأشار إلى تطلع مصر لتنمية المدن والمقاصد ذات المقومات الطبيعية الهائلة بمشاركة القطاع الخاص. إدراكاً للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصداً للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر، وأيضاً المدن الجديدة التي شرعت الدولة
في إنشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العلمين ورأس الحكمة، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الأخرى داخل قلب مصر التي رأينا أمثلة منها في هذا الفيلم الذي عرض منذ قليل. وكل هذه المقاصد بتأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع ذوي الخبرة في تنميتها، حيث أن هذه المدن والمقاصد تتمتع بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مقاصدا سياحية عالمية لما تذخر به من مقومات الجذب السياحي، وكذلك يمكن أن تكون موطنا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد شهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين. وحضر الافتتاح عدد كبير من المسؤولين وسفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات ورؤساء الجامعات، إضافة إلى ممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء حول العالم. وعقب الافتتاح تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية. وخلال تفقد المعرض زار مدبولي جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية واستمع إلى شرح حول جهود الهيئة وإمكاناتها وتجربتها الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، كما زار أجنحة عدد من المنشآت المعنية بتقديم الرعاية الصحية من منشآت القطاع الخاص والمجتمع المدني وأخرى متخصصة في علاج الأطفال والمسنين. تعد المقومات الطبيعية لمصر عنصر جذب للسائحين من مختلف دول العالم بغرض الاستشفاء، كما جعل موقع مصر الجغرافي المتميز وما تتمتع به من أماكن وشواطئ ومياه مالحة وآبار معدنية مقصدا سياحيا هاما للسائحين حول العالم. طبيعة ساحرة ومقومات لا مثيل لها جعلت من مصر مقصدا للسياحة العلاجية نظرا لما تتمتع به مدنها وجوها الخالي من الرطوبة وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة وتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة. ففي مصر تنتشر العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد والذي يفوق في نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم، علاوة على توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفي العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وغيرها. كما ثبت أيضا الاستشفاء لمرضى الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال. ووفقا للعديد من الأبحاث فإن مياه البحر الأحمر بمحتواها الكيميائي ووجود الشعاب المرجانية فيها تساعد على الاستشفاء من مرض الصدفية. تتعدد المناطق السياحية التي تتمتع بميزة السياحة العلاجية في مصر، وهي مناطق ذات شهرة تاريخية عريقة مثل حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم ومنطقة الواحات وأسوان وسيناء ومدينة سفاجة على شاطئ البحر الأحمر، والتي تمتلك جميع عناصر السياحة العلاجية والتي تزورها الأفواج السياحية وتأتي شهرتها بقيادة الرمال السوداء والتي لها القدرة على التخلص من بعض الأمراض الجلدية. الآبار الطبيعية ذات المياه العذبة والصالحة للشرب تعد أماكن جذب للسائحين، وقد قامت الدولة باستثمارها واستخدامها لأغراض اقتصادية بوجود رقابة محكمة على المواصفات والمقاييس لضمان جودة ونقاء المياه من الشوائب والجراثيم ودرجة عصر الماء وتركيبها الكيميائي. وفي هذا الإطار طورت مصر العديد من تقنيات العلاج البديل التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث يوجد فيها العديد من المراكز الشفائية والمنتجعات الصحية التي تتمتع بتقديم أعلى معايير العلاج والرعاية الصحية التي يتوجه إليها السائحون. وبهذا احتلت مصر موقعا متميزا على خريطة السياحة العلاجية وأصبحت وجهة أساسية لراغبي الاستشفاء من جميع أنحاء العالم. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة الفاو في مصر.
ويأتي برنامج عمل منظمة الفاو في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وبما يدعم الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحرب في قطاع غزة كان لها انعكاسها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع ومن بينها مصر. وخلال لقائه مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو شو دينيو، أشار مدبولي إلى أن معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع مصدرها مصر بمساهمة وصلت إلى ما يزيد على 80% حتى الآن من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة. كما أكد على تطلع مصر لدعم منظمة الفاو لضمان وصول المساعدات وزيادتها لأهالي قطاع غزة. من جانبه ثمن مدير عام الفاو أهمية دور مصر في دعم سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الجارية هناك، مؤكدا أنه لولا الدعم المصري لازداد الوضع سوءا في القطاع. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة. وناقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقا للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع، مشيدا بالجهد المبذول والمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقا لتخصصاتهم المختلفة. ترأس وزير الخارجية سامح شكري ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ألفان ترأس أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالدوحة. وخلال افتتاح أعمال اللجنة العليا نقل شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وتمنيات سيادته لدولة قطر حكومة وشعبا بدوام الرفعة والتقدم. وأكد شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين. من جانبه رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق متميزة. وفي ختام أعمال اللجنة تم التوقيع على مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة بين البلدين. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وتناول اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد شكري على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين وما شهدته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات. كما استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار. كما تطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية والأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان ومستجدات سد النهضة. واتفق الوزيران على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع. وأتي ذلك استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين. استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة. حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع، فيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني. تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بالشكر والتقدير لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وقال المفوض العام للهيئة العليا للعشائر عاكف المصري إن مصر منذ بداية العدوان على غزة في 7 من أكتوبر الماضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تتخر جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق، مثمنا جهود الهلال الأحمر المصري الذي يبذل جهودا مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأضاف المفوض العام للهيئة العليا للعشائر أن جهود مصر لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وحشد الرأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، بل فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة للأهالي في غزة، فضلا عن إقامة عدد من المخيمات لإيواء النازحين وإقامة المستشفيات. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي نفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على غزة. وأضافت رويترز أن الإسقاط الجوي تم باستخدام 3 طائرات، حيث تم إسقاط أكثر من 35,000 وجبة. أفادت مصادر أمنية مصرية باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في القاهرة غدا. وأشارت المصادر الأمنية إلى اتفاق الأطراف على مدة الهدنة في غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، لافتة إلى إتمام الصفقة. لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قطاع غزة وعودة السكان. تواصل مصر جهودها الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وبالتوازي مع هذه الجهود تشدد مصر على رفضها لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عن طريق مخططات تهجير الفلسطينيين التي يدعو لها مسؤولون إسرائيليون. موقف مصري راسخ في الدفاع المستمر والأبدي عن القضايا العربية وفي مقدماتها القضية الفلسطينية التي تعتبرها القاهرة القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط. موقف القاهرة الثابت برفض العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف إيقاف هذا العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ومن ثم التأسيس لمرحلة جديدة تفضي لحل نهائي عادل يحفظ حقوق الأشقاء الفلسطينيين في دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الامتداد الطبيعي للموقف المصري يستلزم تجديد تأكيد
التأكيد على ثوابت تجاه القضية الفلسطينية التي بذلت مصر في سبيلها كل غال ونفيس، ليكون جزء من الدفاع عن هذه القضية العادلة هو نفي القاهرة القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن الإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي. مصر شددت على أن موقفها الحاسم بالرفض التام لأي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه لا رجعة فيه، لما في ذلك من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن التهديد المباشر للسيادة والأمن القومي المصري خط أحمر، وأن القاهرة لديها من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة. مصر التي تمتلك من الحكمة ما يكفي إزاء مواقفها السياسية أكدت أنها لا تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض مع موقفها المعلن، كما أنها لا تعطي انطباعا يروج له البعض زورا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية. وفي وقت يعلم فيه القاصي والداني أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، في هذا الوقت ذاته تشدد مصر على أنها لا يمكن أن تكون طرفا في ذلك. ليس ذلك فحسب، بل إنها ستتخذ كل ما يلزم من أجل وقف جريمة الحرب هذه ومنع من يسعون إلى ارتكابها مهما بلغ الثمن. أكدت مصر ضرورة عدم الاستمرار في ازدواجية المعايير في الحفاظ على البيئة وغض البصر عن التدهور البيئي المتعمد في الأراضي الفلسطينية. وفي كلمتها أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، أوضحت مصر أن العالم يراقب ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني، مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار في إعطاء رسائل متضاربة فيها ازدواجية في المعايير. كما دعت مصر لاتخاذ موقف موحد لمنح الفلسطينيين الحق الكامل في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مواردهم الطبيعية، مشيرة إلى تطابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر، ومعتبرة أن الوضع غير المسبوق هناك تسبب في تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي والمياه البحرية. أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي أن السلطة الشرعية الوحيدة التي ستعمل وتستمر في العمل في غزة هي الإدارة الفلسطينية. وأعرب الملكي عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان. وصرح الملكي خلال جلسة نقاش بعنوان مجموعة الاتصال بشأن غزة خلال فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من أنه في حال فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فإن نتنياهو سيمضي في مخططه بالهجوم على مدينة رفح التي تأوي أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، ما يعني تهجيرهم قصرا خارج فلسطين. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. أعلنت السلطات الصحية بغزة استشهاد نحو 10 نازحين فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية أصابت خيمة في رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت السلطات الصحية بغزة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة يحتمي بها النازحون خارج المستشفى الإماراتي في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن مسعفا يعمل في المستشفى كان من بين الشهداء. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 30,000
و320 فلسطينيا وإصابة 71533 خلال العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ أكتوبر الماضي. وأضافت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. كما استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون إثر قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف منازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة. وأعلنت الفصائل تدمير 4 دبابات إسرائيلية جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة، فضلا عن تدمير آلية عسكرية شرق جباليا شمال قطاع غزة وتفجير منزل شمال خان يونس تحصن به عدد من جنود الاحتلال واستهداف قوات راجلة بحي الزيتون وجنوب مدينة غزة. كما أعلنت حركة حماس تمكنها من الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية أثناء تنفيذها مهمة استخباراتية جنوب حي الزيتون. في المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 من ضباطه وجنوده وإصابة 14 آخرين بينهم 5 إصابات خطيرة خلال المعارك في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل وفاة 10 أطفال ماتوا جوعا في قطاع غزة، مشيرة إلى توقعات بأن يكون العدد الحقيقي للوفيات بسبب نقص الغذاء أعلى من ذلك. ووصفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه حرب على النساء، مؤكدة أن الاحتلال يقتل ما معدله 63 امرأة كل يوم في غزة. جريمة مكتملة الأركان يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق مستقبل أمة بأسرها، يستهدف بجرائمه الوحشية عين المستقبل، النساء والأطفال، وأما من تبقى منهم فهو ما بين معاق ومصاب. وهكذا يعتقد المحتل واهماً أنه حقق هدفه الخبيث بألا تقوم للدولة الفلسطينية قائمة في المستقبل، وهو في ذلك لا يكتفي بهمجيته في القتل على الهوية، بل يعمد لإخفاء جريمته عن عيون العالم لكي يطمسها باستهداف الصحفيين وهم شهود الإثبات، وهم من يوثق جرائمه غير المسبوقة في وحشيتها. الأرقام تتحدث وتثبت، بل وتتحدى ضمير العالم الغارق في سباته. فقد أعلنت الأمم المتحدة أن هناك 63 امرأة يقتلن كل يوم في غزة، من بينهن 37 أماً، في الوقت الذي تسابق فيه الدولة المحتلة الوقت قبل إنفاذ أي هدنة لقتل أكبر قدر من الأطفال والنساء. وأما عن استهداف الأطفال قصفاً، فقد أضاف إليه المحتل سلاح التجويع، حيث سجلت منظمة الصحة أن 10 أطفال ماتوا بسبب نقص الغذاء، وهي أرقام تتصاعد كل دقيقة، حيث يموت كثير من الأطفال دون أن يلجأ الآباء للمستشفيات التي تعطلت عن العمل بالفعل، بحسب شهادة المتحدث باسم المنظمة. وعودة إلى ما اعترفت به جهات أممية ودولية عديدة من استهداف الصحفيين لإخراص صوت الحقيقة، فقد وقعت نحو 60 مؤسسة من وسائل الإعلام العالمية، من بينها صحيفة إسرائيلية، رسالة تحث إسرائيل على حماية الصحفيين في غزة ليشهد شاهد من أهلها. ومن حيث الإحصاءات، فقد قتل ما لا يقل عن 94 صحفياً في الحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهو رقم قياسي لم يحدث على مدار التاريخ. منهم 89 فلسطينياً قتلهم المحتل الإسرائيلي عامداً، وبرغم كل تلك المحاولات البائسة لدفن الضحايا والشهود، ستبقى جرائم النازيين الجدد ماثلة أمام أعين العالم، وسيبقى الشعب الفلسطيني
الفلسطيني صاحب الأرض. قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن مستوى الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة يفوق الكلمات. وأشار أدهانوم إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء لإيصال 19 ألف لتر من الوقود، فضلاً عن تقديم العلاج لـ50 طفلاً يعانون سوء التغذية الحاد والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضاً، لافتة إلى محدودية الخدمات بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء. دعت خلود جويفل مسؤولة دعم برنامج العدالة الاقتصادية في منظمة أوكسفام المجتمع الدولي إلى العمل على نحو عاجل لتسهيل تقديم المزيد من المساعدات إلى غزة في ظل التدهور السريع للوضع الإنساني. وأكدت المسؤولة بمنظمة أوكسفام إن خطر المجاعة يشكل مصدر قلق حقيقي، مطالبة الولايات المتحدة بإظهار نيتها الحقيقية بشأن إيصال المساعدات لقطاع غزة. أعتقد أنه بدلا من ذلك نحن بحاجة إلى إنقاذ هذه الجهود لتسهيل عملية إدخال المساعدات إلى غزة. نحن نرحب بالجهود الدولية وجهود تعاون، وفيما يتعلق بالولايات المتحدة في الواقع نحتاج أيضا إلى فهم ما إذا كانت هناك نية حقيقية لتوصيل المساعدات لسكان غزة لتجنب خطر المجاعة والجوع أم لا. اتهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي إسرائيل بارتكاب جريمة القتل الجماعي بحق الفلسطينيين، وذلك بعد استشهاد نحو 110 أشخاص بنيران إسرائيلية أثناء احتشادهم للحصول على مساعدات في قطاع غزة. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق دولي لمحاسبة الجناة، مشددا على ضرورة وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. أكد الدبلوماسي والسفير الأمريكي السابق روبرت فورد أن الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة هو أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة، بما يؤكده من عجز الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات. ومن جانب آخر، اعترفت صحيفة هارتس بأن التفسيرات الإسرائيلية بشأن مجزرة الطحين بالشارع الرشيد جنوب غزة غير مقنعة. جدل كبير حول الدور الأمريكي في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فبينما يؤكد كبار الساسة في إدارة بايدن استمرار جهود واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لم تتوقف الولايات المتحدة يوما عن إظهار دعمها الكامل والراسخ لإسرائيل عسكريا وسياسيا على الرغم من كل الظروف وعلى الرغم من الجرائم التي دأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقترافها في قطاع غزة، لا سيما ضد المدنيين العزل. وكان آخر هذه الجرائم مجزرة شارع الرشيد التي لم تكن الأولى من حيث عدد الضحايا، لكنها كانت الأكثر وضوحا بالنسبة لاستراتيجية إسرائيل القائمة على استهداف المدنيين، وفي مسعى منها ربما لتجميل صورتها نسبيا أمام المجتمع الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزم بلاده على المشاركة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في قطاع غزة، مع إمكانية فتح ممر بحري لإيصال كميات كبيرة من المساعدات. إقرار الولايات المتحدة بعدم كفاية كميات المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة يكشف عن جوانب هامة، أبرزها عدم قدرة واشنطن على التأثير على إسرائيل لإدخال قدر أكبر من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، وهذا يؤكد أن إسرائيل هي من تمنع وتعيق إدخال المساعدات، على الرغم من مواصلة مصر تشغيل معبر رفح البري وتأهيله لإدخال أعداد أكبر من شاحنات المساعدات. على الجانب الآخر، ومع صعوبة القيام بعملية إسقاط جوي في بيئة مزدحمة مثل غزة يعاني فيها أكثر من 2 مليون نسمة من المجاعة، ينتظر العالم ثمار جهود الوساطة الدولية من أجل التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع آمال ضعيفة بأن تدرك واشنطن عدم إمكانية دعم إسرائيل وجيشها دون تأثير على صورتها التي تدهورت أمام المجتمع الدولي. أبرت ساعة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. هجوم على سفينة بريطانية بالبحر الأحمر، والقوات الأمريكية تعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخ تابع لقوات الحوثي.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن هجوم على سفينة بالبحر الأحمر على بعد 15 ميلا بحريا غربي ميناء المخا اليمني. وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الطاقم قاد السفينة إلى المرسى، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطاقم من قبل السلطات. أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربة ضد صاروخ أرض جو تابع لقوات الحوثي كان مجهزا للإطلاق من اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة الشحن روبي مار. وكانت الحكومة اليمنية أن السفينة غرقت تماما بعد أن استهدفتها قوات الحوثي في 18 من فبراير الماضي، وأشارت إلى أنها ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية وبيطرية مجانية في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني لتقديم خدماتها للمواطنين في جميع المحافظات. نحن النهاردة موجودين في قرية أولاد سيف مركز بلبيس محافظة الشرقية، عندنا قافلة طبية في جميع التخصصات الطبية، وكمان معانا ان احنا بنقدم العلاج المجاني لجميع المواطنين في كل التخصصات الطبيه. فاحنا ده كله احنا بنعمله امتداد يعني لمبادره السيد الرئيس مؤسسه حياه كريمه، امتداد لمبادره حياه كريمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث ان احنا نرتقي بمستوى الخدمه الطبيه المقدمه للمواطن في كل قرى ومراكز مدينه بلبيس ومحافظه الشرقيه كلها يا فندم. دي القافله الثانيه لحياه كريمه في مركز مدينه بلبيس، احنا النهارده متواجدين في قريه اولاد سيف، بنوصل الدعم للسيد الرئيس الجمهوريه طلبه ان هو يوصل لاهالينا في اقصى اماكن محتاجه، ودي طبعا تحت تطوير الريف المصري. والله انا عرفت ان في هنا في البلد يعني حياه كريمه بتكشف، وزعف الميكروفون ان في كشف بلاش وكده يعني، فحبيت اجي اكشف واكشف على اولادي، ودخلت للدكتور وهنا ناس كويسين يعني ومحترمين وبيستقبلونا استقبال حلو. انا كشفت بطنه ولابني اولادي، كشفت عليهم بطنه واطفال، وكشفت لي انا عظام، وحتى الدكتور محترم انا قال لي اعملي اشعه. دي قافله طبيه وقافلة بيطرية، طبعاً المستهدف من القافلة احنا بنستهدف القافلة ممكن يبقى 300-400 حالة. طبعاً أنا حابب أقول إن دي تاني قافلة في مركز بلبيس على مدار أسبوعين. احنا بنشكر الناس اللي جيلنا، الدكاترة اللي جيلنا في القافلة الطبية، بنشكرهم ونوروا بلدنا وألف شكراً ليك. لا كشف جميل أوي بصراحة، وابني كان عنده حساسية صدر من أول الشتاء وهي كح، كتبت لي على أكياس وحاجات حلوة يعني. أنا متطوعة تبع حياة كريمة تبع القافلة، جايين هنا نناشد المبادرة يعني، أي حد مثلاً عايز يجي يكشف على أي حاجة إحنا بنساعده، عندنا هنا كل الكشوفات متاحة يعني، وعندنا كل الأطباء. نعمل دور إرشادي توعوي بحيث إن إحنا بنعمل على رفع الوعي البيطري للمواطنين ومن أهالينا في أولاد سيف النهاردة، بحيث إن احنا بنقول لهم إزاي إن هو يعملوا وقاية للحيوانات وللماشية بتاعتهم من الأمراض المختلفة. نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، نظمت قافلة طبية بمحافظة الإسماعيلية. ضمت القافلة عددا كبيرا من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمشاركة عدد كبير من متطوعي التحالف. جهود دؤوبة تجري على قدم وساق من جميع أطياف المجتمع والدولة المصرية لتوفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية والمواطن المصري من خدمات. وفي هذا الإطار نظمت كل من جمعية الرسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافلة طبية ضمت عددا كبيرا من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوعي التحالف. بتقدم جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي وراعي مصر
حملة طبية للكشف على 300 مواطن في 6 تخصصات كاملة متكاملة بالمجاني لصالح الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الإسماعيلية واستعدادا للشهر الكريم. القافلة شهدت تقديم خدمات طبية ونظارات ل300 مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. احنا النهاردة بننفذ قافلة طبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر جمعية رسالة. احنا مؤسسة رعي مصر عضو التحالف الوطني. بنكشف النهارده تخصصات جلديه وبطنه وعظام وانف واذن ورمد. معنا نظارات طبيه مدعمه من المؤسسه. جهود حثيثه تاتي وفقا لخطه الحمايه الاجتماعيه الخاصه بالتحالف الوطني والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للاسر الاكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهوريه لتخفيف العبء عليهم وكذلك حده الاثار السلبيه للازمه الاقتصاديه العالميه والمساهمه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تستعد الأسواق المختلفة في أسوان لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تزينت المحال التجارية بالعديد من أنواع التمور المختلفة، وتحرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة الداعمة للقطاع الاقتصادي. مع اقتراب الشهر الفضيل تعمر الأسواق بالزوار والمشترين، لكن تظل لأسواق التمور نكهتها الخاصة التي تميزها عن غيرها. ففي أسوان استعدت الأسواق المختلفة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تزينت المحال بوجود العديد من أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها المحافظة، ويحرص التجار على تحميل أطنان التمور لإيصالها لمختلف المحافظات. بالنسبة كيلو البلح بيتراوح من 30 جنيه لغاية مثلاً 60 جنيه و70 جنيه، كل بلح عليها سعر يعني. سكوتي وبرتمودة وملكابي وجنديلة وشمية. تحظى محافظة أسوان بوجود 3.3 مليون نخلة على أراضيها، ويتوافق هذا مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي تشكى والعوينات. بنيجي دايما نشتري البلح هنا من أجود وأجمل البلح، وطبعا البلح كل سنة وانتم طيبين. ده رمضان احنا بنعوف اللبن وبنبله بالميه وهو اللي بنفطر بيه، وهو الفطار اللي بتاعنا اللي هو سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إمكانيات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور تمتلكها مصر، كما تحرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة. ومن أسوان نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار الاقتصاد وسارة نجيب سارة. شكرا محمد، شكرا سحر. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. ألقى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر. جاء ذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح الملا أنه على الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات، فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا ملحوظا. نعقد القمة السابعة للمنتدى في وقت بالغ الدقة تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم، مما يحتم علينا توحيد الرؤى وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة، إذ أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة. وعلى الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات، فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا ملحوظا، وتعاظم الاهتمام به كوقود حضري نظيف ومنخفض الانبعاثات يلبي الاحتياجات العالمية المتزايدة
من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية وفنزويلا والأمين العام لمنظمة أوبك. يأتي ذلك على هامش مشاركته في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، حيث ناقش خلالها سبل دفع التعاون في مجال الطاقة وفتح آفاق جديدة من التعاون في هذا المجال في ضوء الفرص المتاحة. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين. تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين، ذلك لتعزيز الاستثمار لدى كل من مصر وقطر وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء السخنة التابع للهيئة سفينة الحاويات العملاقة أفر جودز التابعة للخط الملاحي العالمي، وتعد تلك السفينة هي الأطول التي تدخل الميناء، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وغاطس 12.3 مترا، وتتجاوز الحمولة الكلية للسفينة القادمة من اليونان 219 ألف طن وعلى متنها نحو 5000 حاوية مكافئة. ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لقرارات أوبك بلس المنتظرة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% لتبلغ 83 دولارا و55 سنتا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.19% لتسجل 79 دولارا و97 سنتا للبرميل، وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.86% لتسجل دولارين وتسعة وستين سنتا للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.34% لتسجل دولارا واحدا وأربعة وثمانين سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي روستيت تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي إلى 3.1% ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. يأتي ذلك في ظل آمال بانحصار أزمة التضخم في أوروبا وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. أظهرت بيانات لوزارة التجارة التركية انخفاض صادرات تركيا إلى روسيا في فبراير المنقضي بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 670 مليون دولار، مقارنة مع 1.1 مليار دولار في فبراير من عام 2023، كما انخفضت الواردات التركية من روسيا بنسبة 36.65% الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع 2 ملياري دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وافق مجلس النواب الياباني على الميزانية التي قدمتها الحكومة للسنة المالية المقبلة والتي تبلغ الميزانية 112 تريليون ين أو ما يوازي 746 مليار دولار، وتشمل الأموال المخصصة لجهود الإغاثة جراء الزلزال الذي وقع في أول أيام هذا العام في شبه جزيرة نوتو. نهاية جولتنا الاقتصادية، والآن عودة من جديد إلى سحر ومحمد. إليكم. شكرا لك سارة نجيب. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
بأنه سيتم إرسال المزيد من الأسلحة إلى أقاليم روسية لمواجهة التهديدات التي قد تظهر من جهة أراضي فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى الناتو. وقال لافروف على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا إنه تم إنشاء منطقتي موسكو ولينينغراد العسكريتين، وسيتم تحديد موقع وتمركز ونشر أسلحة إضافية هناك، مضيفا أن هناك احتمالا لخوض صراع عسكري مع الناتو بعد أن أدلى عدد من رموز الغرب بتصريحات بشأن أوكرانيا ونشر قوات. وافق البرلمان المجري على قرار انضمام السويد إلى حلف الناتو. وواجهت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور لوبان ضغوطا من الشركاء في الحلف للموافقة على عضوية السويد، وأمر الرئيس المجري الآن ما يصل إلى 5 أيام لإصدار التشريع. ونتحول مع حضراتكم لمتابعة لأهم وأهم الأخبار الرياضية مرة أخرى. سارة نجيب، شكرا سحر، شكرا محمد. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. غادرت بعثة المنتخب المصري لتنس الطاولة إلى مدينة أكرا الغانية، ذلك للمشاركة في منافسات النسخة 13 من دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 حتى 23 من مارس الجاري. تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023 ببعثة مكونة من 262 لاعبا ولاعبة بواقع 163 لاعبا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة. سيطر شباب المنتخب الوطني للسلاح على منصة التتويج بأول أيام بطولة إفريقيا للناشئين والشباب و15 سنة المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. تصدر أبطال مصر جدول ميداليات البطولة بثمان ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وأربعة برونزيات، فيما جاءت تونس في المركز الثاني والسنغال ثالثا وجنوب إفريقيا رابعا. حقق لاعب منتخب مصر للسلاح السيف زياد أسيسي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا. بدأ زياد مشواره بالبطولة بمواجهة قوية أمام بطل أسبانيا، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 15-10 في دور ال 64 الرئيسي، قبل أن يفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 15-11 في دور ال 32، وفي ثمن النهائي فاز زياد على بطل المجر بنتيجة 15-12 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية في ربع النهائي ليتأهل لنصف النهائي ويحقق برونزية البطولة. تعادل نادي بيراميدز مع ضيفه نوازيبو الموريتاني بنتيجة 2-2 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة 6 والأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، ورفع بيراميدز إلى 5 نقاط لكنه بقي بالمركز الأخير بفارق المواجهات المباشرة. خلف نوازيبو وحسم من سان داونز الجنوب أفريقي صدارة ترتيب هذه المجموعة بفوزه في لقاء الجولة الأخيرة على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-0. أما في الدوري الإنجليزي، تمكن فريق ليفربول من الفوز بهدف دون رد على فريق نوتنغهام فورست في لقاء جاء ضمن حسابات الأسبوع 27. بهذه النتيجة أصبح رصيد ليفربول 63 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه مانشستر يونايتد غدا الأحد. في المقابل توقف رصيد نوتنغهام فورست عند 24 نقطة في المركز 17. We'll be right back.
ختام جولتنا الرياضية لتسعة، والآن عودة من جديد إلى محمد وسحر. شكرا سارة. رحبت المفاوضات الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبي بشأن لائحتين متعلقتين بالمعلومات المسبقة عن الركاب بين دول الاتحاد. يهدف الاتفاق إلى تسهيل إدارة الحدود وتعزيز الأمن بين الدول الأعضاء. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن أكثر من مليار مسافر يدخلون أو يغادرون الاتحاد الأوروبي كل عام، وأدارت السيادة في حجم السفر الحاجة إلى تنسيق الطريقة التي يتم بها جمع البيانات ومشاركتها في جميع أنحاء الاتحاد. والآن نتحول إلى الطقس والحالة الجوية. وقفة أخيرة مع سارة نجيب. سارة، شكرا لكم مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 23-13، الإسكندرية 21-12، مطروح 19-10، بورسعيد 21-14، أما الإسماعيلية ف 24-12. وننتقل إلى السويس. السويس العظمى 23، الصغرى 13، العريش 21-11، طابة 20-13، شرم الشيخ 26-16، والغردقة 25-16. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 28 والصغرى 12، أسوان 29-14، الوادي الجديد 27-9، شلاتين 27-18، وأخيرا حلايب 25-18. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن أترككم مع لقطة واحدة هي الأبرز لهذا اليوم. Y sufran desde lo más profundo de sus corazones. Alzamos nuestra voz. Quedaron allí, y bastones y reyes también. Menor salvador, el canto de la patria es nuestro canto. La acción del Tercer Reich. Piensen ustedes,
no acierto a comprender. Y citó la paz es de la paz justa en la red. Ante horizonte. Mis derechos nacionales. وبهذا نصل إليكم إلى ختام أخبار التاسعة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. مدبولي يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية ويؤكد أن مصر لديها العديد من المقاومات. القاهرة تستضيف غدا مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ووزير خارجية فلسطين يأمل في التوصل لاتفاق قبل شهر رمضان. استمرارا للمجازر الإسرائيلية، قوات الاحتلال تقصف خياما للنازحين جنوب قطاع غزة، والصحة العالمية ترصد وفاة أطفال جوعا في القطاع. بهذه العناوين انتهت نشرة أخبار التاسعة، وما زال هواء التاسعة مستمرة مع يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. أهلا بك، ازيك يا سحر، ازيك يا محمد، عاملين ايه؟ كله تمام؟ كل سنة وانتم طيبين مقدما بشهر رمضان كده، رمضان كريم علينا جميعا، ويعيدوا علينا بالخير، وندعي ربنا انه يزيح اي غمة علينا، على فلسطين، على السودان، على اليمن، على سوريا، على العراق، على اي حتة في الوجود فيها تواجد انسان يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. مش هطول عليكم لانه طبعا سحر عارف ان دلوقتي بدا فصل الصيف، انا حاسس انت سقعان شويه. انت خدت بالك سحر بنقول لها الدنيا برد، قالت لها ده الصيف بدا، على التوقيت بتاعها هي بقى. او التغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه بتوقيت صح يعني. في كل حته دلوقتي في تغيرات مناخيه وتغيرات. استرها علينا يا رب. اشكرك جدا يا سحر، شكرا جدا ليك يا محمد، واستاذنكم نبدا فقرتنا.